تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي تقدم بالتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة فوزه بولاية جديدة وبتجديد ثقة جموع الشعب المصري في سيادته. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الفلسطيني أبدى تمنياته للرئيس السيسي بخالص النجاح والتوفيق لما فيه مصلحة مصر والأمة العربية، مشيدا بالدعم المصري الدائم للشعب الفلسطيني. من جانبه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر للرئيس أبو مازن، مؤكدا موقف مصر الثابت دعما للقضية الفلسطينية، وبحرص مصر على بذل كل الجهد الممكن لحماية الأشقاء في فلسطين والوصول إلى تسوية عادلة شاملة للقضية الفلسطينية.